السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة خمسة هقول لكم النهاردة معلومة صغيرة عن خصائص المادة. أي مادة بيبقى ليها خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية. الخصائص الفيزيائية دي اللي هي بتبقى في طبيعة المادة نفسها، وممكن إن أنا ألاحظها بالحواس الخمسة، زي إيه؟ زي مثلا اللون أو الشكل أو الملمس أو الحجم أو الطعم أو الحالة اللي هي عليها المادة دي. ممكن اشوفها او المسها بايدي او اشوف اللون بعيني، فدي خصائص في حالة المادة نفسها. في خصائص تانية اسمها خصائص كيميائية، دي بيحصل تغيير في حالة المادة. التغيير ده اللي بيها مش هيقدر المادة ترجع الى حالتها الاولى تاني. ممكن طبعا عن طريق الاحتراق، يعني لو جبت مادة وحرقتها فطبعا طبيعة المادة نفسها بتختفي وبتظهر مادة تانية. وبرده القابلية للصدأ، يبقى الصدأ والاحتراق دي من خصائص المادة الكيميائية اللي هي بتدخل فيها مادة أخرى بتتفاعل معاها وبتحولها لي المادة تانية، ومش ممكن أعيد المادة لحالتها الأولى مرة تانية. يبقى الحالة الفيزيائية هي طبيعة المادة نفسها من حيث لون أو حجم أو شكل أو حالة موجودة عليها المادة. أما الخصائص الكيميائية هي حالة بتطرق على المادة بتغير من خصائصها، ومش ممكن أعيد المادة تاني لحالتها الأولى. وده كان الفرق بين الخصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية للمادة. يا رب أكون فدتكم بالمعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.